The Yemeni American News. More than a newspaper. More than a website. More than an organization. More for the community. لا القات. سين ورقات. لا القات. قد تبدأ جلسة ديوان القات بالحديث عن هذه النبتة التي تدعى القات وعن أثرها وأضرارها على الصحة والأسرة والوقت. تلك النبتة التي تحتوي على مادة الكاثينون، وهي مادة تشبه الأمفيتامين المنشطة التي يقال إنها تسبب النشوة وفقدان الشهية. في عام 1980 صنفت منظمة الصحة العالمية القات على إنه من المخدرات التي يمكن أن تنتج عن استخدامها اعتماد نفسي خفيف إلى معتدل. كاثادوليوس وهو الاسم العلمي للنبتة، ظهرت أولاً في شرق أفريقيا وانتشرت إلى اليمن، وحملها اليمنيون والمهاجرون من شرق أفريقيا حتى وصلت معهم إلى أوروبا وشمال أمريكا في العقود الثلاثة الأخيرة. وبعد أن كان القات محصوراً في أوطانه، جاءت وسائل النقل الحديثة لتحمله إلى مدن أوروبا وشمال أمريكا، ويلز، روما، أمستردام، كندا، أستراليا ونيوزيلندا. في الولايات المتحدة الأمريكية يتواجد القات ويتوفر مع تواجد الجاليات اليمنية، الصومالية والأثيوبية، ولذلك فهو متوفر في نيويورك، ميشيغان وكاليفورنيا وبعض الولايات الجنوبية مثل فيرجينيا وشمال كارولينا. القات نبات شائع الاستخدام في اليمن ودول شرق أفريقيا، حتى أن غالبية السكان في تلك الدول تمضغه يوميا، بما في ذلك جزء كبير من النساء والصبية. لكنه يعتبر مادة محرمة لتأثيرها المخدر في بلدان أوروبا وأمريكا ما عدا بريطانيا. في أمريكا يعتبر القات مادة محرمة قانونيا لاحتوائه مادتي الكاثينون والكاثين، وكلاهما من المواد المجدولة الخاضعة لتحريم قوانين المخدرات. يعتبر القات محرما في كندا، والتي تعتبر إحدى أسواق القات وإحدى منافذه، حيث تفيد سلطات الجمارك في مطار تورنتو القبض على 1400 شحنة خلال العام الماضي. ظهرت نبتة القات في نهاية السبعينات حينما كان يحضرها البعض من اليمنيين بكميات صغيرة كهدايا لأصدقائهم الذين كانوا يتشوقون له. لكن في بداية الثمانينات بدأت كميات القات تصل بشكل تجاري من الحبشة ومن كينيا. لكن وبالرغم من ظهور القات حينها، إلا أنه كان موجودا بشكل محدود، ويأتي في أيام معدودة مرتبطة بالرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، حيث كان بيعه مسموحا به. وبما أن القات كان متوفرا بشكل محدود، فقد كان استخدامه أيضا محدود، وانحصر على الأعياد وعطل نهاية الأسبوع. لكن زيادة الاستخدام أجبرت الموردين على ابتداع طرق وأساليب جديدة في استخدام القات إلى أمريكا لتوفيره في الأسواق. ودخل في تجارة القات بعض اليهود اليمنيين الذين كانوا يستقدمونه مع شحنات الزهور. لكن عندما أصبح استجلاب القات الأخضر صعبا، تم استخدام القات الجاف الذي يسهل إحضاره عبر المطارات، وأصبح متوفرا بشكل كبير ومتواصل. وتوفر القات الجاف جعله سهل الإرسال، سهل الحمل، متوفرا للاستخدام اليومي في أماكن كثيرة وقريبة من مناطق إقامة اليمنيين، الأمر الذي جعل تعاطيه أكثر خطورة على مجتمعاتنا اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أنه أصبح متوفرا للشخص للاستخدام اليومي بعد أن كان استخدامه الموسمي ترفيهي الطابع. أصبح يدخل في برنامج حياة الناس بشكل يجعلنا ندق ناقوس الخطر كمجتمع يرضخ تحت أثره أو تأثيره.
وعلى الرغم من سهولة إحضاره وتوفره كمادة جافة تباع في أكياس بلاستيكية صغيرة، لكنه يظل غالي الثمن، وتصل قيمة الكيس البلاستيكي بين 30 إلى 50 دولار، وتقدر ما صرفته الجالية في عام 1995 على القات بحوالي 1,000,000 دولار اعتمادا على أرقام وفرها موردي القات في ذلك الوقت. ولنا أن نتصور تضاعف المبلغ عدة مرات نظرا لانتشاره وشيوع استخدامه في هذه الأيام. ولعل ما يدلل على شيوع استخدامه تخصيص غرف خاصة في منازل اليمنيين الأمريكيين لتصبح دواوين قات، وإذا كانت 2,000,000 أو 5,000,000 قليلة فلنحول قيمتها إلى الريال اليمني لنعرف القيمة الحقيقية لهذه العادة في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات في الولايات المتحدة الأمريكية من ظاهرة انتشار واستخدام المخدرات كالكوكايين والهيروين والحشيش. نجد مجتمعنا اليمني ضحية لآفة القات التي انتشرت وزاد استخدامها في السنوات الأخيرة بعد أن ظهرت بنوعيها الأخضر والجاف. وعلى الرغم من أن تأثير نبات القات يختلف في حدته عن تأثير أنواع المخدرات الأخرى، إلا أن أخطاره لا تعد أقل فداحة، وعواقب استخدامه تظل خطيرة بالنسبة لمجتمعنا اليمني الأمريكي. فبينما تعمل المخدرات الأخرى على تخدير الإنسان وإخماله وتسكين قدراته العقلية والذهنية، يعمل نبات القات على تنبيه الإنسان وتنشيطه، ويعتبر من حيث تأثيره منبه قوي له أعراض صحية معروفة كزيادة نبض القلب وارتفاع درجة حرارة الإنسان، ارتفاع الضغط وزيادة التنفس والتهابات في الفم واللثة والمرء والمعدة والإمساك، بالإضافة إلى عدد من الأعراض الصحية الأخرى التي تسبب مضاعفات أخرى تصل إلى السكتة القلبية والجلطات، أمراض الكبد والسرطان. لكن خطورة القات الأخرى تكمن في حبسه لمستخدميه ساعات طويلة تذهب سدى، فالساعات التي يقضيها الشخص في ممارسة عادة غير صحية تكون لها نتائج غير محمودة عندما يعود الشخص إلى منزله وأولاده بعد قضاء ساعات طويلة في مضغ هذه النبتة، ودخول الإنسان المخزن حالة وجود تتميز بالتوتر وقلة التحمل، فيصبح عبء استخدام القات أمر تتحمل ثمنه المالي والنفسي الأسرة والأطفال. فإذا كان القات خطرا على صحة الإنسان وسببا في إهدار أموالهم وأوقاتهم وتعكير نفسياتهم وطباعهم مع أطفالهم وأسرهم، كان ذلك سببا لإعادة التفكير في فائدة هذه النبتة وهذه العادة. في اليمن يقولون أنهم يستخدمون مادة القات لأنه ليس هنالك ما يشغلهم، فلماذا نستخدمه هنا في أمريكا؟ هل لأنه انعدمت الوسائل والأماكن والأنشطة التي يمكن أن نشغل أنفسنا بها حتى نضطر إلى استخدامه؟ هل هي حاجة نفسية؟ هل حاجة اجتماعية؟ وإذا كانت حاجة اجتماعية فهل تكون الوسيلة الأفضل لنا كأفراد وكمجتمع؟ خزن أو لا تخزن فهذا قرارك الفردي، لكننا عندما نخزن جميعنا فإننا ندفع الثمن كمجتمع، ولذلك فعلينا الوقوف أمام هذا الثمن الذي يفرض مجموعة من الأسئلة بالإضافة إلى تلك التي أوردناها سابقا. ربما أنها أسئلة تحتاج تخزينه، لا بل قل تحتاج بعض التركيز وبعض الأخذ والرد في مكان بعيد جدا عن غصون القات الخضراء والجافة.